تعالوا برضو احنا لسه مستمرين معاكم في برضو قطاع الصحة، ولكن المرة دي هنروح للمعهد القومي للأورام. اختتم المعهد أول حملة للتوعية والاكتشاف المبكر لأورام الرئة تحت شعار النفس حياة. تعالوا نعرف تفاصيل الحملة واختتمتها ازاي وكانت ايه نتائجها على الأرض. الدكتورة علا خرشد رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، صباح الفل على حضرتك يا دكتور. أهلا أستاذة داليا، ازيك؟ صباح الخير. صباح النور. أنا كنت عندكم في زيارة من حوالي سنة، للأسف برضو ده تقصير مني، ولكن يعني كنت شايفة في تطور حصل قوي داخل معهد الأورام، وكان في مباني بيتم إنشائها بشكل جديد، و يعني في البداية عايزة أطمن على هذه المنشآت، ومنها بقى ننطلق إلى حملات التوعية اللي أكيد بتمشي بالتوازي مع هذه الإنشاءات الجديدة. أولا أهلا وسهلا بحضرتك، واسمحي لي بس هبدأ أن أنا أنعي الفنان العظيم هشام سليم اللي احنا فكرنا للأورام الرئة. المهم احنا بالنسبة لمعهد الأورام، طبعا احنا في تطور رهيب دلوقتي. احنا عندنا المبنى الجنوبي اللي كان مقفول لمدة طويلة، خلاص بيتم افتتاحه دلوقتي. هايل. عندنا طبعا مستشفى أورام الثدي اللي في التجمع، مستشفى قائمة بذاتها، يعني بتعالج كل أورام الثدي، بتعطي كل العلاجات. برضو كان لسه كان رئيس الجامعة الحقيقة كان موجود معانا فيها من يومين تقريبا، وطبعا دي قائمة بذاتها يعني. وكمان طبعا ال 500 اللي ان شاء الله تبدأ العمل فيها في خلال سنة، ان في يعني في حاجات أخيرة بتتعمل في المباني بتاعتها. فحضرتك زي ما انت شايفة كده اهوت، احنا طبعا ليه بنعمل كل ده؟ لأن معهد الأورام بيعالج أكتر من ثلث حالات الأورام في مصر. مش بس كده، احنا بيجي لنا حالات من كل حته، يعني حتى بيجي حالات من افريقيا يعني. صحيح. طب دكتور، سرطان رئه، عايزين نعرف نسبته موجوده كام في مصر دلوقتي، نسبه الخطوره، هل هو منتشر ما بين ايه من الاعمار او الفئات العمريه، ما بين انهي اكتر محافظات، سيدات ولا رجال، واسبابه ايه؟ عايزين نشوف خريطه كده عامة عن فكرة سرطان الرئة، وبعدين بقى نسأل السؤال التاني اللي هو ازاي نتجنبه. طيب احنا بالنسبة لأورام الرئة، احنا زمان يعني الكلام ده كان من سنتين، كان أورام الرئة كانت خامس أكثر الأورام شيوعا في مصر. دلوقتي بقت ثالث أكثر الأورام شيوعا، ثالث، فطبعا نسبة عالية عمال يعلى. متوقع في العشر سنين الجايين انه هيبقى ثلاث اضعاف الارقام اللي موجوده دلوقتي. يا نهار ابيض. في الرجال هو طبعا اكثر بكتير في الرجال، انما في الستات احنا كان في الاول احنا بنقول دايما بنحسب من في 100,000 كام مثلا سيده في 100,000، كان قبل كده 1.3. دلوقتي احنا 13 من كل 100,000 سيدة بيجي لهم ورم في الرئة، فطبعا نسبة على 10 أضعاف اللي كان موجود عندنا قبل كده. أسبابه إيه يا دكتور؟ التدخين صح؟ أهم سبب لو بنقول من 1 لـ100 هو التدخين. التدخين بيؤدي إلى 80% من أورام الرئة، إن ما كانش حتى 90%. فطبعا يعني ازاي بيحصل هذا الكلام؟ يعني هو بيعتمد طبعا على عدد السجاير اللي احنا بنشربها، الفتره الزمنيه اللي احنا بنشرب فيها الافتكاسات الجديده والالكترونيه ومش عارفه حتى إيه. ده بالعكس، احنا بنلاقي مشاكل بقى مختلفه حتى مع السجاير الالكترونيه. فهي ده اهم الاسباب. المشكله اللي عندنا بقى في مصر ان احنا بقى عندنا اطفال من يعني من سن 10 سنين بدات انها تدخن، ومعنى كده ان احنا كمان بدا ان السن اللي احنا بيبدا يحصل فيه اورام الرئه بدا ان هو يحصل في عمر يعني بدري، يعني اعمار يعني اقل بكتير من قبل كده. هو المفروض ان متوسط عمر مريض اورام الرئه 50 سنة، انما احنا دلوقتي بقينا بنشوف اورام الرئه في سن ال 30 وفي سن ال 40. طبعا ده يعني مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنشوفه. اطفال يا دكتور، أطفال من سن العشر سنين بيدخنوا سجاير للأسف الشديد. فمن هنا ولأ، وإحنا كمان المشكلة الأكبر بقى في مصر إن إحنا ما فيش حد بيروح يكشف على نفسه غير لما يبقى عنده أعراض. طب الحملة بتاعتكم بقى كان في إطار إيه؟ هل توعية بالأعراض
والتوعيه بخطورته، وبتنزلوا المدارس ولا بتنزلوا الجامعات ولا بتنزلوا بيوت، يعني ايه؟ لا، دي اول حمله على فكره في مصر والوطن العربي للكشف المبكر على اورام الرئه. الحمله كانت هدفها حاجتين مهمين، محورين مهمين. اول محور طبعا توعيه، احنا بنوعي الناس عن يعني هذا المرض، ايه الاعراض لو حصلت، ان احنا لازم نروح نكشف على طول. وطبعا كان ازاي ان احنا يعني نطلع عن التدخين. الاهم من كل دوت كمان كان ان احنا كنا بنشوف كل مواطن مدخن في المنطقه اللي احنا كنا فيها، وبتعمله طبعا زي كوشنير معين، وبناء على هذه الاسئله بنقدر ان احنا نعرف اذا كان مدخن شارف ولا لا. ولو مدخن شرح لازم نحاوله يعمل ما يقال عليه الاشعه المقطعيه، لودو سي تي، اشعه مقطعيه بدون صبغه، سهل جدا انها تتعمل. ليه بنعمل كده؟ علشان احنا بنعمل ده عشان لو في ورم موجود، احنا عارفين ان نسب الاصابه باورام الرئه في المدخن عاليه جدا. فلو احنا عملنا الاشعات المقطعيه هنقدر ان احنا نكتشف الورم وهو في مراحله قبل حتى ما يبقى عنده اي اعراض، وده الهدف بتاعنا. لان احنا لو اكتشفناه في مراحل متاخره ما يعني فرص الشفاء بتبقى ما فيش، مش موجوده. انما لما بتكتشفه في مرحله اولى، احنا بنتكلم على مليمترات لسنتيمترات، يبقى معناها شفاء تام. طب هل بتروحوا برضو بقى بما ان في نسبه اطفال عاليه بتنزلوا لهم المدارس؟ احنا طبعا الحمله بدات اللي هي لسه باديه في احنا بدانا في منطقه روضه السيده، هي فيها 800 اسره. كان معانا يعني احنا الحقيقه استهدفنا الرجاله والستات والاطفال. الاطفال كان بنعمل لهم توعيه طبعا، ولو حضرتك تشوفي قد ايه الاطفال كانوا بيطلعوا وبيقولوا لنا طب احنا اهالينا مدخنين نعمل ايه؟ التدخين السلبي ده كارثه اكتر من الايجابي. وكنا بنفهم كمان المدخن، حضرتك مش بس بتضر نفسك، انت بتضر زوجتك وابنك وكل اللي حواليك. فطبعا التوعيه مهمه جدا. ان احنا نساعد الناس انها تطلع عن التدخين ده برضو حاجه مهمه جدا. كان معانا اساتذه في هذا التخصص كانوا هم بيساعدوا فعلا الناس في دوت. طب دكتور سريعا، الخبر اختتم المعهد، هل هيبقى في بدايه حملات اخرى؟ لا طبعا، ده هو دي يا فندم حمله مستمره. اه ان شاء الله شهريا احنا طبعا بنروح في الاماكن اللي عارفين ان الناس لا يمكن هيروحوا يكشفوا على نفسهم غير لو في عندنا اعراض. فاحنا يعني ايه الاماكن دي يا دكتور سريعا؟ يعني احنا طبعا يعني سريعا احنا في القاهره، يعني احنا بادين بروز السيده، بعديها يبقى في حي الخياميه. يعني احنا في عندنا بلان موجوده للاماكن اللي احنا بنستهدفها. يعني بشكر حضرتك الدكتوره علا خرشت رئيس قسم الطب الاورام بالمعهد القومي للاورام. هو موضوع مهم وتفاصيله كتيره، احنا حاولنا بس نبرز اهم الاخبار. بالنسبه لي يعني فكره انه اطفال عندها 10 سنين، يعني انا يعني اعتدنا انه سن المراهقه، انه الطفل يعني على سن 16 17 سنه انه اصحاب السوق وبيضغطوا على رجولته، وانت لو راجل اشرب سيجاره، بس انه ينزل ل 10 سنين، انا بالنسبه لي ده يعني لازم يتم الحقيقه دراسته، ولازم يتم نشوف المشكله فين. هل الطفل بيتاثر قوي باهله؟ هل لهذه الدرجه؟ اكيد، لانه بيتاثر باي حاجه. طب بيتاثر بما يعرض اليه في التلفزيون؟ هل وصل انه الاطفال بينهم وبين بعض حتى سن العشر سنين ان هم يعني بيشجعوا بعض بشكل سوء كده، انه خد سيجاره انت لو راجل، ما انت اصلا بتسمع كلام ماما، ما انت مش، هل وصل الحديث ان هو قلل السن قوي كده العشر سنين؟ ده طفل عشر سنين ده يعني طفل احلامه كلها انه ياكل ويشرب، وخناقاته مع ماما الاكله اللي هو نفسه ياكلها حتى لو مش صحيه، ده المفروض انه خناقات الاطفال مع الامهات، ولكن انه يوصل لدرجه انه يشرب سيجاره وعنده عشر سنين، ده لازم هندرسه وهنشوفه وهنعمل هنا ان شاء الله في 8 الصبح زي ما اعتدنا في فقرات الاطفال في 8 الصبح، ان احنا دايما نوعي اطفالنا بقضايا الخطر على صحتهم وعلى حياتهم.